بالنسبه للتصريف هذا القرار باش نكونوا عاود موضوعيين شويه مع نفسنا ومنسجمين مع الشعار اللي ترفعوه دائما اننا ضمير هذه الامه. اذا ما يمكنش الاستقلال في يوم من الايام يتسجل عليه انه ضد الامه نهائيا او عقم مسيره من المسيرات. ولهذا احنا قلناها في البدايه قلنا في جميع وسائل الاعلام اليوم احنا تندبروا الامر ديال الانسحاب واحد التشاور واحد روح جديده تنبنيوها. ما يمكنش يكون عندنا واحد دستور جديد وما نفعلوش كيفما كان الفصل اللي في الدستور لان صمت عليه الشعب المغربي. لا بالنسبه لنا اللي تيسعدنا تيفرحنا وتيقوينا هو القرار اللي خداه مجلس الوطن. ولكن الدوله راه عندها مؤسسات ديالها وحنا الاولى في الاستقلال اللي تنكونوا حريصين على احترام كل المؤسسات اللي هي دستوريه ولا بدا واحد التمرين جديد ديمقراطي تدير واحد دستور جديد تنتعاملوا معاه بايجابيه. اذا حنا باش ما نبقاوش نشكوا في القرار ديال الحزب فيما يخص الفصل 42. حنا راه مع رئيس الحكومه الفصل 42 راه طبقناه معاه في 3 يناير 47. لو كان استاجر وفتح نقاش وتناقشنا كاغلبيه حكوميه كان الامر انتهى. ولكن كل مره جواب ديال رئيس الحكومه كان اثناء اجتماع الاغلبيه واخره هو انه الملك عيني خص الملك اللي يقول لي انا ما ندير والو ندير المؤسسه الملكيه. يعني الراجل عاجز انه ينزل تزيد من الدستور. واخر لقاء قال وسحبوا الوزراء ديالكم وسيروا ديروا ملتمس الرقابه. هو تيفتح لينا شنو نديروا في ملتمس الرقابه ولا شنو نديروا؟ لانه ديما تيقدموا راسهم ضحايا يرزقون بنفس المنهج بنفس اللغه. ما علاش نتسائلوا على ثلاثه الاصناف ديال الاسلام السياسي واش محافظ واش راديكالي واش وسطي؟ لا بالنسبه الان لما نلاحظه راه جميعهم الثلاثه كلهم جماعي وكاين كل جهه كل واحد مكلف بملف من الملفات كل واحد عنده جناح اللي تيحتاجوا هذا الجناح راه تيكون تحتاجوا جناح هذا اللي تيحتاجوا الجناح الاخر تيلقاوه. هذا الشيء في الممارسه الممارسه ماشي سهله. اذا حنا كان من زعما من اللياقه ومن التنزيل ديال الدستور قانون الدستور تيقول رئيس الحكومه لما تيتعين تيقترح اسماء الوزراء بتشاور مع الاحزاب والملك يعين الحكومه. المساله واضحه وضوح الشمس ماشي شي حاجه جديده علينا. علاقه حزب الاستقلال بالمؤسسه الملكيه هي ليست علاقه اي حزب من الاحزاب. نحن نتنظروا على مطالب الشعب 34 كانت مباشره بعد اعتلاء محمد الخامس العاشر وباتفاق مع محمد الخامس باش في الوثيقه 34 طلبنا مطالب الشعب المغربي. على الفاسي هو في المنفذ الكابون بالكابون 9 سنين فرنسا تتفاوض معه من اجل الجمهوريه في المغرب وتيقول الملكيه الدستوريه. هذا حزب الاستقلال ماشي تنفى محمد الخامس 53 لانه ما مشاش في التوجه ديال المستعمر الفرنسي وكانت زياره 36 الجامعات القرويين هي اللي بدات الخلاف لان منعوا المستعمر ومشى تما جات التسميه ديال الملك كان السلطان قبل ان ملك قلوب الشعب بزياره لواحد المدينه اللي هي تاريخيه واحد الجامعه اللي هي جامعه القرويين مما رفعوا الناس الشعار انا ذاك السكان اللي ما استقبلوا الملك. لما تلفى محمد الخامس نص ساعه من بعد على الفاسكه احد علماء القرويين دار نداء القاهره من بعد 30 دقيقه واللي طلب الشعب المغربي كافع ونظم من اجل عوده الملك الى العرش. هذه مسائل تاريخيه واقعيه ولا قريت الكتابات ديال علان الفاسي وعلاقته بالملكيه واضحه ما غايجي حتى شي واحد اليوم عنده فكر اخر غير هذا الفكر وبقى يدخلوا لنا الراس. تصوروا معي ان النظام دمشق وطلع السي بنكيران اللي هو مرسي شنو كان يوقع فينا اليوم؟ يكون هذا المقر مازال محلول؟ والله لا دخلت لي له بالله انا ما اعرف الرجل. تصدم مع المعطلين جاوبني انا ماشي جاوب واحد اخر. الى دخلوا نخرج هكا الجواب واضح. اقتطع الاضراب جاء البرلمان
قالوا تسقط الحكومة وما تراجعش. يعني الرجل في الدار البيضاء في التجمع راه في المواقع كلها قال لهم أنا حكومة معارضة، تيقول نحن علاش تديروا لي المعارضة؟ إذا لما تتشوف هذا التوجه ديال الناس تجيب شي دستور غير الدستور اللي كاين اليوم وما نفعلوش وما ندافعوش عليه كوطنيين كديمقراطيين، لأن يعني خصنا نكونوا بعدا ديمقراطيين وخصنا نمشيو نفعلوا. وهذا علاش هو راه المخطط التشريعي مأخر، ما بغى يفعل حتى حاجة بما في ذلك القانون التنظيمي للحكومة اللي حتى ساعة ما كاينش. وهذا علاش هو باغي يتسطو على كل المؤسسات. حدانا في التحالف الحكومي تيقول الوزير الداخلي انا اللي خصني ندير الانتخابات، حدانا وزير اليوم الداخليه في العالم هي تدير الانتخابات، العالم الدنيا كلها عالم الديمقراطي، ولكن تقول هو تقول سيدي انا اللي دابا انا عندي اختصاص زعما بدون حياه وراه امين عام ديال الحزب. يعني في ما هضرنا في شي نقطه تيقول انا ثم تبعته في التلفزيون ماشي وزير شي حاجه، لا بدا يقول هو او باع. يعني الاحزاب كلها ما حاضراش غير في جماعه قرويه، الرئيس هو اللي تيحافظ على الاغلبيه ديالو. هذا ما مسوقش، يعني اما جمعوني هو اللي خلع البلاد، هو اللي غيمكن له يخلق الازمه في المغرب، ولا غيمكن له يهبط الشارع، يعني ولا تهدد البلاد كلها. رجل ولا تهدد يدخل لشي حاجه يجي واحد ديالو يقول له ما ننزلوا للشارع. نزل اخويا للشارع، شنو هو المشكل؟ قبل الانتخابات كانت كلام ونهار الاقتراع كله في المغرب كله مسيرات ديالو فيها 1000 ولا فيها 100 ولا فيها 200 والطعن في الانتخابات قبل ما تبان هي بانت النتائج وعندها التصريحات مازال مسجلين. فيقول لك هاد الداخليه وهاد الولاد ناس طيبين وطبقوا الديمقراطيه. يعني خطر هذا ما يجيش الاول، يعني ما كاينش ديمقراطيه ما فيهاش. البلاغات كانت في المدن كلها، يعني الارتياح الكامل من الديمقراطيه الطقس مما جعل انه الاقتراح ديال العمال كلهم الولاد كلهم بعد ما تبعته شنو كان تيقول. يعني هذا الشيء راه على فكره خطير. نبداو نقولوا لا المناضليه راه خونا وحبيبنا راه كل حاجه في موقعها، التقية التمسكنة حتى تمكنة وهذا التدرج اللي تيهضروا عليه أنا غير رجعوا ما ديروا حتى حاجة قبل ما يوصلوا لرئاسة الحكومة. خذوا التعديلات ديالهم قراوا، يمكن أبسط تعديلات كاينة على مستوى الأحزاب السياسية. شوفوا اش تيقولوا هما في هذا الفصل 42 اللي تيضربوا فيه وفي الصلاحيات ديال الملك اللي تيضربوا فيها اليوم ومسخرين واحد جوج الناس اللي خدامين تاني هللولا. شوفوا هما شنو اقتراحات ديالهم، ولكن شوفوا ملي مازال عندهم غير 20% فين وصلوا. تصوروا هادو داروا 51%، تصوروها راه والله تيقسم جميع الاحزاب اليوم. غير سير قول له واش شي نهار هضر مع شي حزب في المعارضه، تنكونوا في اجتماعات في الديوان الملكي على القضيه الوطنيه، الاحزاب كلها تتمسد عاد. ايوا واجي تشوف كلام في الكواليس علاش تعيطوا لهادو وعلاش هادو وعلاش بينا وبين هاد الاحزاب هادو ما عندهم والو. حتى البارح كان ما عندك والو. هاد يوسفي كانوا تيطلبوا غير كاتب دوله، كاتب دوله كانوا تيطلبوا. راك راه السياسه ما عرفتش الظروف شنو غاتجيب، ولكن هذاك اللي صغير اليوم يمكن غدا يكون كبير. هاد قضيه وطنيه حولها اجماع، راه تشوف راه بحال انه ما جالسينش. إذا منين ولينا في هذا المستوى ديال الناس هما اللي تيقرروا الملك شنو يستقبل شنو ما يستقبلش، سمح لنا راه هذا الشيء خطير. حنا دورنا اليوم نفعلوا الدستور، ما يمكنش شي واحد يجي يقول لنا ما تستعملوش فصل 42، شنو غنستعمل؟ إذا كنا ناس نحترموا الدستور ودافعنا عليه خصنا نمشي للدستور. تفعيل كاين شي حاجة تتربطنا اليوم كمؤسسات وكأحزاب إلا الدستور، هو اسمه قانون في البلاد. كلش انا غير بالكيران اولاد بالكيران ما بغاش يهضر معكم كاع نهائيا. شنو بقى حنا غاديين هكذا تابعين التابعين؟ عمرنا ما كنا مكملين شي واحد، عمرنا نهائيا في حياتنا وفي ظروف كانت حرجه
بعد انقلاب الصغيرات وبعد هذا في 71 72 حسن الثاني الله يرحمه تفاوض مع الفاسين تقريبا شهر موصوص للحل وقال حيت في المعارضة ما وقع والو في الدنيا هذا تشبت موقف ولا نوع كان عنده شروطه للدخول للحكومة إذا اليوم اللي نقولوا احنا عندنا شروطنا وغنخرجوا من هذه الحكومة عاود يأولوا من الناس حاجة أخرى لا كما درتي سبحان الله ما يمكنش نهائيا احنا مقتنعين بالقرار ديالنا غاديين في القرار ديالنا تنديروا التصريف ديال لا دار لا دار ما نمسوش البلاد ولكن القرار كنا متأكدين أنه لا تراجع في بعض القرار كنت تتفاعل على حساب الظروف على حساب الظروف البلاد واش نهار أو شهر ما عرفش يمكن دابا يومين ثلاث أيام نخرجوا بقرار لأن حنا تفاعل وغاديين وتناقشوا كل الأصدقاء ديالنا مع الفاعلين في الحقل السياسي تناخذوا من هنا تناخذوا من هنا باش لما تنفذوا تجي في الوقت المناسب بالنسبة لنا واضحة الرسالة واش اللي غتشوفوا انت في تصريح التلفزيون تجي هذا طبيعي وعادي وغادي ما مزروبينش علاش لأن ماشي حنا اللي عندنا الإشكال ماشي حنا اللي خالقين الأزمة اليوم الشعب المغربي يفهم انه رئيس الحكومة هو اللي خالق الأزمة ماشي حنا حنا ما طلبنالوش نزيدوا عدد الوزراء طلبنا نقلصوا هذا ملف قوي عندكم حنا تنقولوا 11 15 كافيا بارك علينا ياك هو اللي هذا هو مشروعه الاولي كان لما تعين قالوا ما غادي البلاغ ديالو قالوا غادي تمشيو 15 اقصى ما كاين شويه مشاو ل 20 شويه ل 27 شويه ل 30 قالوا لا منتمي ما يكون العمل الحكومي والمعارضه وعاش مع هذا ودافع على المؤسسات بلا بدون ان ياخذ اي ثمن ضحى من اجله بالشهداء وبدماء الشهداء ديالنا والمعتقلين اللي قاصوا في السجون ولكن يجي حزب عاد البارح بغى يتحكم في حزب الاستقلال ويجعلنا من التابعين ابدا راه قلت له في ثلاثه اجتماعات تقول انت امين عام انا امين عام هضر معايا امين عام وهضر معايا حزب الاستقلال حيت واحد المره قال لي لا انا تنهضر لانني انا جيت الاول وانا رئيس الحكومه خذ حزب الاستقلال هو الاول ما فعلتيش الدستور حنا في الغرفتين اللي النظام مازال قائم عندنا 116 وانت عندك 110 ساعه الى وهكذاك سمحنا لك هو يجلس باش يكونوا واضحين حزب الاول راه معنا ماشي انت نهار اللي تفعل الدستور وتجي الغرفة الثانية فيها 120 نهضروا شوفوا ذاك الساعة العادة ولكن اليوم راه حنا ورغم ذاك الشيء ما تنتحاسبوش معك على هذا قلنا له هذا الحزب اللي ديال التقدم الاشتراكية مخلوع عنده 4 نزيدوا حنا واحد من عندنا هي 5 ولكن العمل نشعوه باش ما تبقاش ضاغط عليهم وتقول لهم انا نكمل لكم انا نعطيكم لا حنا نزيدوا وزيد ما عندناش إشكال في العدد ما عندناش إشكال بيدل شخص بشخص لكن السيد لا يفهم ما يفهم ما عمرنا كملنا اجتماع هذا التاريخ جميع الملفات جبناها ونطويوها من آخر اجتماع وكل واحد يمشي إلى حسب جاء قالوا باش سيفتوا الرسالة ديال هذيك الحذف ديال 15 مليار درهم ديال الاستثمار لا نتشاوروا ونناقشوا قلنا له جمعوا التقنيين ديال 4 الأحزاب ونتناقشوا يتناقشوا بيناتهم ويجيبوا لنا الأجوبة كنا الرابطات الاقتصادية وما عندهم اقتصادية ديال كل حزب مجتمع وغير مطلوب فهادشي ديال التخطيع وهادشي ديال الجهوية الموسعة والجماعات الترابية قلنا له نشوفوا ثلاثة الرؤساء من كل حزب باغي يكون وزير شي باغي يكون في الديوان شي باغي يكون رئيس مصلحة شي باغي انتقال كل واحد شي باغي غير ذاك التكبيرة كل واحد ولكن انا نبغي يكون كبير وانا في المعارضة ما عنديش مشكل ولكن لما تناقشوا الانسحاب راه المصلحة العامة هي التي تبقى ماشي مصلحة الشخصية وهذا هو الفرق وهذا هو حزب الاستقلال وهذه هي القوة ديالنا إذا هذا الملف اللي عندنا قوي خصنا ندافع عليه حنا الزيارة الأقاليم الجنوبية من بعدنا جا وفد برلماني واللي مع الأخ رئيس البرلمان أوروبي الاتحاد الأوروبي هذا الوفد اللي كان جا والمغرب ما استقبلوش ولا وخلقوا لنا القيل والقال لكن من بعد ما جراو المسار القانوني في البرلمان الاوروبي وخذوا الموافقه البرلمان الاوروبي اذا جاء المغرب
حنا في قولمين اضطر اخ حمدي يقبض طريق حدا طريق اكادير باش نطلعوا. اخ حمدي مشى وصف الخمسة ونص الصباح للعيون، وحنا ذاك المسيره كلها دوزناها باش يستقبلوا في 9 الصباح، لان كانوا الست سي كريم غلا تسجلوا من الحد، لان كنا الست ما يمكنش نقولوا. ولكن بعد ما طالبوا، علاش طالبوا؟ اولا على التجمعات اللي كان ديال الحضور اللي كان في العيون في الساحه، والستين اللي حضرت لهذوك الانفصاليه ديال عائلتهم، اختها بنتها بنت عمها بنت هذا، 60 بالضبط بالحساب. اخر جمله قالوا على الاخ حمدي، علاش هادشي ما تجيوش انتم اللي عندنا بروكسل، انتم تجيو تصحوا لنا هادشي، حنا تنسمعوا غير صوت واحد. اذا هذا الحزب تيقوم بالدور ديالو اللي هو دور ايجابي للبلاد. انا تنشوفوا 60,000 هنا ما كاين حتى اشكال، وهنا 60 الناس خارج. ورا يومين ولا ثلاث ايام من الجمعه، لان ما كانوا معلومين قبل هذوك الكاميرات وحيدار وهذوك الرباعه ديالهم، معلومين قبل وزعوا الاستدعاءات وزعوا المناشط وزعوا يعني في كل دار دار بدار. الحضور كان باهي. اذا هنا شنو خص العزيمه وخص العمل الجاد هو اللي تينجح، هو اللي تينجح. راه العمل الجاد راه ماشي شي حاجه، راه مثلا حرمه في الدخله بدينا اول لقاء دايرين حاسب على عاده اللي دايرين، ثاني راه زولنا الخيم وطلقنا للناس في الساعه باش يحضروا باش يكونوا، والناس مشي متبعه تنسالي وتتبقى الساعه عامره او تبعين. الناس حافظه النشيد الحيز، والناس مأطره يعني الناس مأطره. اذا حنا بالنسبه لنا هذا العمل الوطني هو اللي تقوموا به، وهذا علاش تشوفونا ما حنا راه مسرعين، لان الحكومه راه خدات شهرين وشي حاجه باش تشكلات. اذا حنا بالنسبه لنا ما جيناش نهدموا، كنعاودها 100 مره ماشي خصنا نبلغوا للناس ديالنا، حنا جينا نبنيو ونتمناو لهم التوفيق في العمل ديالهم، الله يعاونهم، كما تنتمناو راسنا اننا نتوفقوا معارضة مواطنة بناءة اللي غنحققوا عن طريقها مكتسبات الشعب المغربي. لا هذا راه ما بغاش حنا في الحكومة، غنحققوا حنا غنفتحوا النقابات المركزية النقابية، غادي نخرجوا إلى جانب المعطلين، غادي ندافعوا إلى جانب المحرومين، غادي نمشي مع أصحاب الطويلة جاهم غالي الديور النوايل، غادي نشوف باش السجية رحلهم يعطيونا الإحصائيات الحقيقية، وفين ما كانت شي حاجة حنا فيها. هذا دورنا جميع المجالات، جميع المجالات. ولهذا حنا غادي حنا تنهيئوا راسنا عاد باش حنا نولفوا جوج، حنا راه ثلاثه بشي شوتين حنا معارضه ماشي عاد اليوم، ولكن المعارضه ايجابيه. كنصنتوا لنا كانت تخدم واحد الاله بكيره مذكره الاولى، راه بغينا نقويو الدور ديال رئيس الحكومه، وما يبقاش يهضر معنا بالالغاز والالماز. لا هادي عندي هنا تلقوا يقول لنا شكون، ياك حنا غير في الاغلبيه الحكوميه، عطينا شي مشروع دفعتي وقفوه لك شي جهه، ماشي تيوقع الواقع غادي تكذب على الناس. لا دابا قلنا حنا مستعدين، حنا معاك في التحالف، حنا نمشيو نباشروا هادشي، حنا ندافعوا معاك. ولكن الجواب دائما ما كاينش، كاينش الوضوح. مره جا البرلمان تيقول له كاين العفاريت في هذا البرلمان، شويه يقول راه كاينين في الغرفه الثانيه، شويه يقول راه حتى الشعب فيه العفاريت، شويه يقول اليد الطوله مع التاليه الطوله، شويه عاد المخزن العامر، شويه دوخنا مع دوخنا، شكون يتدخل فيه؟ مع العلم انهما حكومتهم دخلوا في المؤتمر 16 الحزب السكري، دخلوا بعنف وبقوه، دخلوا وما تحاسبناش معاهم. اش قالوا؟ دخلوا تيدخلوا في الاحزاب السياسيه كلها، دخلوا في المؤتمر تاع الاشتراكي. والناس ولا الراجل تيجي للتلفزيون امام الملأ امام الشعب المغربي وتيقول كنا تنفضلوا يطلع فلان وما يطلعش فلان، يعني الناس ولا تيتحكموا فينا شكون اللي يطلعوا في هذا الحزب، شكون اللي يديروا في هذه النقابه، شكون اللي يديروا في هذه الجمعيه، يعني التحكم هذا اكثر من المخزن، هذا المخزن ديال القرن 18 ولا 19، يعني داك الشيء خطير. جا التلفزيون قيادي في الحزب يقول كنا تنفضلوا فلان يكون وما يكونش فلان. التلفزيون المغربي زعما هادشي ما مخبيين شو هما تيقولوه. انا باش غايستقبلنا نهار الاجتماع الاول قال لي ملي طلعتي ما نعست، شنو اللي عطى الله؟ ها
انا عارف ان ما يمكنش نمشي في ذاك العقليه ديالو ديال الاستحواذ وديال الطغيان، وانا حزب استقلال يجعم التابعين ما يمكنش. لا كان هذه الحكومه وشي منصب غادي يدلنا، الله يدل من دلنا نهائيا، عمرها ما غتكون وعمرها ما غتسجل في تاريخ حزب الاستقلال. ولهذا احنا بالنسبه لنا بلغت تظن راه هي ياك اسعد، بلغت تظن العنوان ديالو هو تسريع، ياك تسريع تنفيذ ملي كاتب الساعه تيهضر في وجده وواحد اخر تيهضر في الدار البيضاء، وانت ما قلتي له شنو ناوي وهو ما ناويش، وتتخرج نفس اللغه. هذا هو الوهم اليوم، هادشي راه زعما تطور الحياه السياسيه داخل حزب الاستقلال. هذا هو المهم. تجي تقول لي غير البارح، والبارح كان عندنا لقاء مهم في الدار البيضاء، ما بدون وسائل الاعلام، ولكن كان لقاء مع المستثمرين ديال الاتحاد العام للمقاولات المغرب، اللي كان فيه المستثمرين ديال البلاد كله، لان تعرف الاقتصاديين مع ازمات الاقتصاد. كان لقاء مهم جدا، مهم جدا. اذا قبل من اللقاء، قبل من اللقاء انا سجلت قبل منه ديك 90 دقيقه، انا جلست انا والسعاده اللي هو رئيس الرابطه، لقيت موجود واحد الورقه شي جوج صفحات فيهم النقاط. قلت له بلا ما نزيد نقرا هاد النقاط، انت غتصنت على البرنامج اللي عاد سجلته جيت لعندك، غتلقى نفس النقاط، ما كاينش ولا نقطه اللي فيها الخلاف. والحمد لله خرج كل شيء مطمئن، كل شيء مرتاح، والسي فاروق الله والسي حمدي واختي ياسمين الملصقه ديال الدار البيضاء ورئيس الرابطه. الحمد لله كان لقاء ناجح، لان تعرفوا المستثمرين تيسمعوا حزب خارج المعارضه شنو هو المستقبل، تقول شوف المستثمر راه مغامر، نوضوا نستمروا، نوضوا شغل الناس. حنا الى جانبكم كنا في المعارضه وكنا في الاغلبيه، وها علاش الناس اللي فهمات علاش تقول قراركم على صواب. ذا الشعب كله، المعطل، الفقير، الغني، المستثمر، هذا غادي في التوجه ديال القرار الا ما كانش الحل. والحل تنظنوا حنا وجازمين انه في العقليه اللي تنعرفوا مستحيل يكون، وحنا ما باغي المناصب، ما بغينا تصريع الوتيره، وبغينا الشفافيه في المناصب اللي تتعين. ودابا راه تنهيئوا ورقه بكل في كل وزاره، من الوزارة الصغيرة ديال الشؤون الاجتماعية حتى الوزارة العامة، كيفاش الناس اللي تيدوزو الامتحانات وشكون تيمشي؟ 20 ما تيقولوا لا أحد، 20 كل زعما قرا غير هذاك اللي جابوه، يعني داك الشيء خطير جدا. ولهذا ما يمكنش حنا نبقاو في هذا الوضع. وتحداوهم داخل الأغلبية الحكومية أنه شي نهار هزينا شي اسم وقلنا لهم هذا ديروا له الأفضلية، لا تقولوا غير عطيوهم الحق ديالهم. ولكن ما تعرفوش الاستقلال، عرفوا استقلالي والله ما يدوز، الامور واضحه. وتبعوا الملف شكون اللي جابوا لصندوق المقاصه اللي تيهضروا عليها بالاسم، تبعوا ما فيها بس تبعوا وشوفوا شكون اللي جابوا صندوق المقاصه اللي هو عليه الخلاف اليوم. انت ما قبلت حتى شي حاجه من المذكره اللي عطيتهم انتم، هو صندوق المقاصه الاصلاح هو يزيد في الاسعار، ما تسمع حتى حاجه اخرى نهائيا. ديك المذكره كلها بالنسبه لي له واقيلا غير كنا هنا بيناتنا تنبسطو صافي. ولكن ديك المذكره راه ساعه ساعه تيجيبو القيطه منها، راه جاو التلفزيون بدا تيوقعو، ولكن بغاو يديرو داكشي مع الاقتصاديين ساعه فشلو فشل ذريع، لان حتى الطريقه باش تيبلغو داكشي اللي عندنا في المذكره، حيت ماشي هما اللي جابوها ما عارفينش يشرحوها، تيشرحوها معكوسه والناس ما تطلب والو. النهار اللي جاو لعند الفريق البرلماني ضريبة على الطبقة الوسطى، جاو قال لكم ما يأديوها المقاولات، ما كاينش مقاولة مواطنة أكثر من هذه، قال لهم شحال خصكم التضامن؟ مليار درهم غتجمعوها، جوج مليار درهم حنا نوفروها، سي جامي وفروها وبعدوا لنا من الأطور ديالنا، تخلقوا لنا مشكل مع الأطور ديالنا، تصوروا الحكومة رفضات، علاش تتقلب؟ تتقلب غير دير لا بريسيون على الناس، صافي زعما نعاقب هذا الموضوع. وهادشي راه في البرلمان راه جاوب
السب والقذف الموظف، السب والقذف الموظف. اذا من يجي السوجي احنا لما جابونا الاقتراح قلنا هذا هو الدافع، ولكن يا اخي لما قالوا لي ترفض زعما عجب شيء عجيب. قالوا غادي يعطيو الفلوس للناس جوا جوا، هو دار شنو عطاهم شي حاجه؟ ثم الدور ديالكم اليوم هو واحد فينا هي الفلوس اللي يعطاو الدعم للفقراء. اليوم ولاو تيهضروا على الهجاله، قول هذا الهجاله واش باغي تطلقوا المغاربه كلهم؟ شوف الناس فين غادي، واش تنهضروا على الفقر ولا تنهضروا على الهجاله؟ واش تنهضروا على المغرب عنده واحد الحد الادنى للاجر ولا تنهضر على 7000 ريال؟ دير لها الهجاله مسكين 7000. اذا الناس ما عارفينش غير واحد الارتباك وباغيين يجمعوا الاصوات للانتخابات، ولكن تهددوا الاستقرار ديال البلاد لانهم يجيو نحسبوا شكون. حنا ما طلبنا لا بغي طلب واحد. 2014 كاين الاحصاء العام للسكان والسكن، فيه نديروا شنو هي المعايير ديال الفقر واتفقوا عليها ونسجلوا ويستافدوا المغاربه كلهم، لان هما راه صيفطوا بعض المناضلين ديالهم تيسجلوا بعض اللوائح. هي اللي غيعتمدوا واحد الاستمارات عمرهم، هي اللي غادي يعتمدوها. ما يمكنش المغاربه كلهم سواسيه، كاين استقلالي اتحادي حركي الاحرار من العداله والتنميه من ما كان ما عنده انتماء. هذاك اللي ما عنده انتماء مسكين شنو ذنبه؟ والغلاف المالي نتفقوا عليه ومنين غنخرجوه وكيفاش، ولكن هادشي ما تيفهموش ما تيعرفوش تيجيو وتينزلوا. ولهذا احنا بالنسبه لنا هي قضيه وقت، وراه يمكن غدا تفاجئوا بشي قرار ماشي بعيد يعني بتنفيذ القرار. القرار ما نهضروش عليه، قرار هو قرار انسحابي هو المعارضه ما بقاش، ولكن من فاتحين الا كانت شي اراده قويه في الاصلاح احنا موجودين. شي حاجه اللي غنبقى ضد الشعب المغربي في قرارات لا شعبيه عمرها ما تسجل في تاريخ حزب الاستقلال وعمرها ما تسجل في تاريخ 2007 في الانتخابات التشريعيه. في وسط الانتخابات التشريعيه كانت زياده في الاسعار ديال المواد الاساسيه، شي ما خصكمش تنساوها. طلعت الحكومه للسي عباس شهر من بعد تراجعت على ذاك الزياده، موقع اختلاف الميزانيه ديال الدوله. شحال كان ولات وزيد ولات كلشي كان زاد، ولكن رجعت الامور الى نصابها. حنا ما كناش نسوقوا هذا الشيء، هذه مشكلتنا. هادو اول ما داروا عمل حياتهم هي الايجابيه الوحيده اللي تعتبروها هي الزياده في المحروقات. وباش تعرفوا النيه كانت سيئه هو انه ذاك الزياده كانت تدخل لهم 4 مليار ونص ديال الدرهم، شاد لهم 3 مليار في الصرف. اورو مع الدرهم، الدولار مع الدرهم، شاد لهم هباء منثورا. ولهذا حنا بالنسبه لنا ماشي ناس ارقام جافه، حنا ناس العمل الاجتماعي والسياسي، وخصنا كيفاش نوسعوا المداخل ديالنا، راه المداخل تضيع في البلاد. ومن هذا قاعد نهضروا شي زياده من الزيادات اللي تنعتبروها اليوم خط احمر، مازال نفس المواقف مستمره. مره اخرى نشكر الاخوات والاخوان على الحضور ديالهم. الحمد لله أطور الاستقلالية والكفاءات موجودة، راه زرنا الأقاليم اللي كان الضمان راهو ولا تيلتاحا، اللي ما كانش في الأحزاب راهو ولاو تيلتحقوا ناس مهمين جدا اللي غيدعموا الحزب. والحمد لله رغم الإمكانية الضئيلة من ناحية الاعتمادات المالية، ولكن الحمد لله الزيارات كلها الناس تتنافس، هذا هو الجديد في الاستقلال، تيتنافسوا باش يهيئوا هذه اللقاءات، باش يبدا فاتح منه، لأن التجربة الأولى درناها والعملية اللي كانت أكبر عملية عرفها تاريخ المغرب من الاستقلال اليوم، وأكبر تجمع في البلاد هو اللي كان ديال فاتح اللي تجندات له الناس، إذا تبعتوا ذاك اللقاءات اللي كانت واحد التعبئة كبيرة يمكن اللي كنا باسم القيادة. نشكروا الإخوان المنسقين اللي قاموا بواحد الدور كبير اللي ساهموا ماديا ومعنويا وتعذبوا من اجل انجاح هذه اللقاءات. صباح تنهضروا على اللقاء ديال بوعرفه، تعرفوا بوعرفه راه في غير من 200 تقريبا 300 كيلومتر غير من وجده باش توصل له، وتيقولوا لا خصنا نزيدوا له، يا شو وقت يقول لك سيدي طلعات لا باه،
هذا الشيء بزاف خاصنا نديرو بحال داك الشيء ديال العيون وبحال داك الشيء عطيهم لنا الوقت طافو عارفه شحال هذيك السكان الله يهديهم ولا نديرو لا ويلو تيجيو يتسنتوا لهم الناس تيجيو في الكيران يعني الناس ما تصنت الا زعما مشكل كبير واحد الالام اللي ما يمكنش الانسان يبقى مستمر فيها هذا تصنتوا البلاغ الذهبي قراءة الأخ سعد الله البقالي وهذا تتم المداخلة ديالي بعد ما نشكر جميع الحاضرين والحاضرات بقوله تعالى إن لم الله في قول بكم خيرا يؤتيكم خيرا صدق الله العظيم حزب الاستقلال بعد زوال يوم السبت 29 يونيو 2013 بالمركز العام لحزب الرباط فورة استثنائية خصصتها للتداول للقادمة طرق القوانين الأساسية للحزب في نقطة واحدة مدرجة في جدول الأعمال وتعلقت بقرار مجلس وطني للحزب القاضي بالانسحاب من الحكومة الحالية. بعد الإنصات إلى العرض التوجيهي الهام الذي ألقاه الأمين العام للحزب والذي استعرض فيه مجمل التطورات والمستجدات الأخيرة وقدم من خلاله قراءة قيادة الحزب لمجمل هذه التطورات وبعد النقاش العام الذي أطره أعضاء اللجنة المركزية في إطار المسؤولية قرر أعضاء اللجنة إصدار البيان العام التالي إن اللجنة المركزية لحزب الاستقلال تعبر باسم الاستقلاليات والاستقلاليين عن الامتنان والتقدير البالغ لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لحرصه الدائم على ضمان تسجل الأهمية البالغة جداً التي يكتسيها قرار المجلس الوطني للحزب القادم للانسحاب من الحكومة الحالية وتثني عليه وتؤكد استعداد جميع أعضائها للمساعدة تحرص اللجنة على التوقف بالإشادة والتنويه بالتجمعات الجماهيرية الحاشدة التي نظمها الحزب في جميع أقاليمنا الجنوبية والتي لاقت تجاوبا شعبيا كبيرا وهو التجاوب الذي مثل استفتاء فعليا وحقيقية لمغربية هذه الأقاليم والذي أكد من جديد مطالبة المواطنين والمواطنات هناك بضرورة التعجيل بتنزيل فوري لمقترح الحكم الذاتي في هذه المنطقة الغالية. واللجنة المركزية تنوه بهذه المناسبة بجميع مسؤولي الحزب والمنتخبين في هذه الأقاليم وفي مقدمتهم الأخ حمدي والدرشيد عضو اللجنة التنفيذية منسق الجهات الثلاث الجنوبية وتطالب الحكومة بضرورة التجاوب الفوري مع المطالب الاجتماعية للمواطن هناك في إطار من الأولوية والعناية الخاصة. انتهى. حتى نرى يا سبيلنا إلى لقاء للحرية جهادنا حتى نرى وتضحي سبيلنا إلى لقاء ونسكت الآلي لكن نزل تفانيا في الاعتقاد لنرهب كيد الآلي لكن نزل تفانيا في الاعتقاد فما السجود وما المال غير السبيل إلى النجاح إلى الأمام تقدموا بني البلاد نبعت فخار قومنا بالاتحاد إلى الأمام تقدموا بني البلاد نبعت فخار قومنا بالاتحاد بعزمنا تقدموا بني البلاد صوت الضمير صوت البلاد دوما ينادي إلى الأمام تقدموا بني البلاد